أهلا بكم مشاهدينا في أهم أخبار الاقتصاد. قال وزير النفط الحالي حسان عبد الجبار إن وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار لن يكون مستداما. من جهتها قالت مجموعة فيتال كروب الهولندية لتجارة النفط إن سياسة الانتاج الخاصة بتحالف أوبك بلس لن تكون العامل الرئيس في تحديد أسعار النفط في الأشهر المقبلة. وأضافت المجموعة أن هناك فرصة ضئيلة لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية هذا العام، وأن منتجي النفط الصخري الأمريكي لا يستثمرون بالشكل الكافي لزيادة الانتاج سريعا. كشف خبراء اقتصاديون أن مقدار الأموال التي صرفت لاستيراد وقود البنزين وزيت الغاز للسنوات منذ عام 2005 يقدر بأكثر من 32 مليار دولار. وقال مختصون أنه من الغريب أن تكون معادلة الطاقة الحالية مختلة في بلد وهو العراق يمتلك 11% من احتياطي النفط عالميا والمصدر رقم 2 في منظمة أوبك. وذكروا أن كمية الأموال التي صرفت استيراد البنزين والغاز كانت كافية لبناء منشآت متطورة إنتاج المادتين والمشتقات الأخرى لتغطية حاجة العراقي وتصدير الفائض منها. بلغت مبيعات البنك المركزي في العراق من العملة الأجنبية في شهر أيلول الماضي أكثر من 4 مليارات دولار. وقال البنك المركزي أنه باع في غضون شهر أيلول الماضي في مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 4,448,900,000 دولار، منخفضة عن شهر آب الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 224,438,290 دولار. وأضاف البنك أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، على حين بلغ سعر بيع الدولار 1460 دينارا لكل دولار. قالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق نجيب نجيب إن سياسات الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 شابتها كثير من السلبيات، ومنها الملف الاقتصادي بسبب فقدانها السيطرة على 75% من موارد الدولة والسماح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستنزاف العملة الأجنبية في العراق. وقالت النائبة السابقة نجيب نجيب إن المبالغة في إرسال الطلبة إلى الخارج يمثل استنزافا آخر للعملات الأجنبية التي يحتاجها العراق بسبب أزمته الاقتصادية والمالية. وصلت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي واصلت ارتفاعها في الأسواق المحلية، وسجل المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 360,000 دينار، على حين بلغ سعر الشراء 356,000. وازداد سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ليصل إلى 330,000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 326,000. شهدت الأسواق المحلية في محافظة بابل ازديادا كبيرا في أسعار الدواجن وبيض المائدة. وأعلنت مديرية قسم الثروة الحيوانية في بابل أن وزارة الزراعة وجهت من جراء ذلك بفتح باب استيراد بيض البائدة ومنتجات الدجاج المختلفة، فضلا عن السماح بنقل الدواجن الحية بين المحافظات بعد أن منعت بسبب إنفلونزا الطيور. وبينت المديرية السماح لمربي الدواجن وأصحاب المفاقس في المحافظة باستيراد العلف من خارج البلاد، والذي سجل هو الآخر ازديادا كبيرا بأسعار بيعه للمربين، ما حدا بكثير منهم إلى رفع أسعار بيض المائدة والدجاج ومنتجاته المختلفة. في نهاية أخبار الاقتصاد تقبلوا تحيتنا.